تفرجي تفرجي، رح تحكي لها رح تحكي لها رح تحكي لها لتخرب بينها وبين جوزها. طب تنين بحبوا بعض وبتفهمك لي وياه، ليش تحشر حالها زي بين البصلة وكشرتها؟ بدها تخرب عليها، بدها تخليها تتطلق مسكينة، يخزيها. صحيح إنها ما بتستحي ما بتستحي من مرة. وينها وينها؟ بدها تحكي لها مالك رايح جاي على الحمام؟ لأن اسمع لهذا كل شوي النيجرة بتنزل. ما بطني بده ينفجر، بطني زي الحبلة حاسه. طلق. تعرف إنه وجهك أصفر أصفر؟ كمان وجه أصفر؟ بجوز الكولون تبعك تفجر. شو خص الكولون من كلك بطني؟ ادخل ادخل على جوجل اسأل وجه أصفر وكولون، إذا بطلع الكولون بكون شي اسمي. ها كولون؟ أشوف 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 شو بحكي الكولون. اقرالي. نفخة على الداير، ريح. شو طلع؟ قومي. شو في؟ شكله من المرض هذاك. مسخم. قومي يا دمنس على المستشفى. فتحت عينيك اسود اسود. 100% هذاك الاشي. كلنا على الله اللي نقضي. كلنا مزعجة. كلنا خذونا على المستشفى. لا تموت خذونا على المستشفى. وش وش امك هاي شواربي لما بتيجي عندك اشي اكيد مليون بالمية بس بدهم مش يحكوا لك. والله شرف اختي انما هو اذا ما هو المرض هذاك والله خلي كل البلد تزقرد. بجوز والله عندك منه. انت شو عندك؟ عندي ولدين وبنت يا دكتور الله يخليلك. لا قصدي شو مالك؟ يا زلمه بنضل رايحين جايين على الحمام رايح جاي وعندي الفرق البطن وبضل اخرج ريح. قتلنا قتلنا يا دكتور، متنا في الدار من الريح. ارحمنا. الحاره كلها انكتلت يا زلمه. بدنا ناخذ دم ونعمل له فحم. دم حبيبي دم دم معناته هذاك الشيء 100%. اسمع دكتور الله يخليك اسمع، خذ له الدم هلا لانه من منظره مش يصمد، مش رح يصمد للصبح. انا ما هو مصمد. انا يا دوب صمد لصلاه المغرب. والله ابوك ما هو مطول. انا مش مطول. لا لا انا شايفك قبل هيك. انت بنتك يا زلمه. والله العظيم اني مزغلل، كل شيء فيه زغلل، مش عارف بنتي. ماله يا دكتور ماله؟ لو سمحت اول ما تروح الحمام بدنا عينه بول لنعمل فحص دي ان ايه. حلو حلو. اوف خلاص يا اخويا ركعت. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. المرض هذاك 100%. بكره بدنا بعد 12 ما تاكل شيء. ليش؟ نعمل تنظير. لا تنظير. يا ليلي يا ليلي يا ليل. تنظير. اسمع بتدفع اسكت بتدفع. تنظير هذاك المرض ما في شيء. معناها 100% ما له شيء الزلمه، معناها مليون في المية عنده شيء. وقديش هذا بيطلع التنظير؟ 500 دينار، فحص البول 70 دينار. وين؟ فحص البول 70 دينار؟ شو الدعوة يا اخوي؟ ما انا مسوي بمستشفى النسيم فحص البول ملك الجمعة و40 دينار والبول عليهم، اخذوه من واحد ثاني. خذونا نموت في الدار يا زلمة. روح يا زلمة. خذونا نموت في الدار. خذونا خسرنا تموت في الدار اريح لنا. خذونا نموت في الدار انا. اطلع يا خذونا نموت في الدار. يلا ولد والله انا مسح شعري. والله انا مسح شعري اقسم بالله. خذونا نموت في الدار. خذونا نموت في الدار. يا زلمه يلعن النفضك. لا لا ما سيدي يا زلمه ما بيا خي هي هي فكرتك المكافحه. في نسوان عندها؟ نسوان شو يا زلمه انت الثاني؟ يا ريت في نسوان. وفي نسوان انا جاي على شغله ثانيه يا زلمه. مش عارف مالي يا ابو عايد. مش عارف شو في؟ بطني يا زلمه بطني منفوخ زي الحبله وبضل اروح على الحمام بخرج ريح ريح ريح. معناته يا من هذا انت انت سامع؟ ايوه ايوه سامع؟ معناته شام شام؟ ما بقول لك بقول لك بدنا الناس تشوف مني يا زلمة. عشان هيك جبتك على هذا المكان. الناس شردة مني بخيلك. معناته عندك يا من هذاك. آه. يا ضعف. ضعف شو يا أخوي؟ يا ليلي يا ليلي. إن شاء الله أمين يطلع هذاك ولا يطلع الضعف اللي بتحكي عنه. يا زلمة أنت بدك لما تيجي تبردني بتزيدني. شو يعني ضعيف؟ عندي الحل عندي الحل. طيب على عندي الحل. لا تخافش حل سحري. شو هو؟ بول بعير جايب لك إياه. يا زلمة تهبل انت ثاني بدي اشرب بول بعير منيح. ما تقول لي قول زلمه ايش اقولها؟ يا زلمه بول بعير امسك. لا يا زلمه الشارع يا زلمه هو على خاطرك بدك تشرب. يا زلمه شو اشرب بول بعير انت؟ يا زلمه ريحتك مالية الحارة كلها مش شارب. هو على خاطرك جايك من معان انا 20,000 كيلو عشان تقول لي مش شارب. شو جايبني من معان عشان بدك تشرب؟ مش شارب بدك تشرب. يا زلمه مش شارب انا بدك تشرب. مش شارب اقول بدك تشرب. حاضر حاضر. لا بشرب. شوف افتح ضمك. خلص خلص افتح ضمك بعدين بمسك. افتح ضمك به. طيب طيب بعدين اسمع بتشربوا شوي شوي ها 3 مرات بعد الاكل اوعى. طيب طيب رواق زي المزه فاهم. امسك يلا حل. بديش احل. اطلع انت كمان. طيب يا زلمه امشي بعد فلك كان فاهم. واذا ما شربتوش كله قتلتك. يلا انت سابق شعرك مغيب. بقول لك مغيب.
انا مش رح تقومي؟ بدنا نسوي بدك اياه. أبو عيد اسمع، بول بعير يا زلمة حامي سوق النار، بقدر أكسره في ثلجي؟ مظبوط؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، مع السلامة. طول عمرك بخيل وكحتوت، شوف شو المخبي هذا. عصير الاناناس عشان انه غالي يا كحتي، والله شكله فريش. هات اشوف. هات بو عصير الاناناس بخسي بك العيط. فكرت واحد وقح بدك تشرب اشرب في داركم، فهمت؟ يا اخي مالك علينا مالك؟ حريه شخصيه، هذا بسوي اللي بدي اياه، انت كنت تسلمونا في هالبلد؟ كل واحد حر بحاله، من مره اضربني اضربني بقول لك اضربني 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 من مره قلنا لك تضربني مش تقتلني، والله لا اجيب لك اخوتي، والله لا اجيب لك اخوتي.